Say it again. Gumaraka. Gumaraka once again. Gumaraka. فخر فخر لنا أن المنتخب النسويكي مثل المغرب هنا في أستراليا. أستراليا بلد بعيد وفجل في المنتخب المغربي. حسينا أن عنصر من العائلة ديالنا جا لعندنا وحنا حسينا بالمسؤولية أننا جايين نشجعوه. دونك حنا اليوم سعيدين وفرحانين وفخورين جدا بالمنتخب المغربي اللي جاي مثل المغرب، وإن شاء الله كنتمناو اليوم الفوز وكنتمناو أن النتائج تكون في حظنا يا رب. شكرا. ديما مغرب حنا. وانا جيت من المغرب، جيت ضيفه عند ولدي تقريبا هذه عام وانا عنده، وخلصات عليا مرت ولدي انا في التيران، لان واخا عمرني ما دخلت التيران خلصات عليا باش ندخل نتفرج وتنشجعهم. الله ينصرهم، الله يوصلهم كما وصلوا الاسود ان شاء الله للمربع الذهبي ورفعوا رايه المغرب. ماشي داو الارجنتين دات الكاس وما داو الشهره، علاو بلادنا. والله ينصر سيدنا، الله يخليه لينا ويطول عمره، والله يقدروا علينا، والله يحفظوا. حنا فرحانين بزاف زعما بالوصول ديال المنتخب المغربي لكاس العالم، وان شاء الله غادي نشجعوهم وان شاء الله يدوزوا للدور الاول ويوصلوا لاعلى المراتب كما دار المنتخب الوطني ديال الجيل. وديما مغرب، ديما مغرب. سير 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 سير. ما نقدرش نشرح لك الفرح كيف نوع، زعما واحد الفرح كبير كبير. وزايدون هاد البنيتات غزلان غزلان زعما تبارك الله عليهم، كي فرحانين لان حنا هنايا وكيعطيونا الوقت وحنا بغينا نشجعوهم ونوريهم لان حنا كاينين وحنا موراهم وحنا فرحانين بزاف بزاف. وانا كيف نقول لك، انا هذا الفرح بحال اللي بغيت نطير والله الا. ضروري ضروري. انا شريت تيكت دابا شي 3 شهور، ولد عمي حسن بركه هو اللي شرى لي التيكت، ودابا ضروري غنمشي.